السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. اختتمت يوم أمس منافسات البطولة الافتتاحية لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة لدراج ريس، والذي أقيم على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية بتنظيم من نادي سباقات السرعة والاتحاد البحريني للسيارات، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق هذه الرياضة. وشهدت المنافسات إثارة كبيرة باشتراك العديد من المشاركين من داخل المملكة وخارجها.